أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة أحسن الله إليك، هل هي سنة دائمة أم هي مشروعة للكبير للحاجة؟ لأن يجلس قبل أن يقوم للثانية وأن يجلس قبل أن يقوم للرابعة في الصلاة. غير نعم في الصلاة، جلسة الاستراحة في الصلاة. الصحيح أنها أن فيها تفصيلا، من احتاج إليها فليجلس اتباعا للسنة وإراحة للبدن، ومن لم يحتاج إليها فلا يجلس. هذا هو التفصيل الذي تجتمع به الأدلة. ثم إذا كان المأموم خلف إمام لا يرى الجلسة فلا يجلس المأموم، لأنه بجلوسه يكون مخالفا للإمام حيث جلس في محل قيام الإمام. وإذا كان مع إمام يرى الجلسة وهو المأموم لا يراها فليجلس تبعا لإمامه، فالمأموم تابع ليس منحوا. إن جلس إمامه جلس، وإن لم يجلس لم يجلس. على كل حال، وإذا كان محتاج لا بأس يجلس، هذا حاجة، هذا حاجة، لكن كما قلت الأولى أن لا يتخلف إلا لضرورة.